لك سيرجي بالنسبة للبرشا تشكيل المدرب غوارديولا. وجود طبعا في الاحتياطي ايتو والإضافة إلى نيستا وتيري هنري وابيتال بالنسبة لفريق البرشا. حدث ولا حرج، ضربة البداية ستكون كما نرى مع فريق البرشا في هذه الأثناء. تواجه فريق برشلونة، نحن بالطبع نحاول أن نقدم مباراة محترمة أمام فريق كبير بخبرة برشلونة، واحد من القوة العظمى الحقيقة. ميسي، شوف ليونيل ميسي بيعمل إيه الآن، يحول الكرة في متابعة مرة ثانية. دانيال ألفيس، هي كرة، يا سلام كبيرة، يا الله يا الله يا روعتها. ميسي يضحى، ميسي بالطبع ابداعات ميسي. شوف الكرة كانت عند مين، كانت عند ميسي، بصها لدانيال ألفيس وقال العبها لي ثاني. بهذه الطريقة يسجل البرشا في هذه البداية الرائعة، وبالطبع مع مطلع الدقيقة الرابعة. شوف ميسي هياها وضرب خضار فريق ايضا بازل، هل وبالطبع هدف من القلب للقلب لفريق برشلونة ليونيل ميسي في هذه البداية. خمس دقائق او بالطبع نتابع هذه الكرة الخطيرة على مرمى فالديس، ومتابعة من هناك في القائم الثاني تذهب بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى اللي سيركز عليها كثيرا فريق بازل. الكرة ولا أجمل، وهي والتعادل، ولكن فالديس يتألق فيكتور فالديس من خلال صده لهذه المحاولة لبازل. كرة ملعوبة من إيفان إرجيتشو، يا 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 على هذه الكرة، يا كادت أن تغلط فالديس داني ألفيس. شوف لعبها بالطبع إيفان إرجيتش، يا سلام على هذه الكرة العرضية، ولكن في تسلل على داني ألفيس في هذه الكرة ربع ساعة. ولعبها مرة ثانية لبويان إكجافي، كرة خطيرة، والله يقول الله 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 الله. كرة ولا أحلى، كرة ولا أروع، يتمكن على أثرها البرسا ويسجل بالطبع هدف ولا أجمل لسيرجي. ما فيش تسلل على الإطلاق، سيرجي باسكويت يسجل بالطبع الهدف الثاني. يا سلام، يؤي هدف يا داني، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. ماذا يفعل برشلونة؟ ماذا يفعل برشلونة؟ ماذا يقول لنا برشلونة؟ يا سلام. ألكسندر إليب الثالث، كوستانسو والله متعاطف معك يا كوستانسو. ميسي يحاول، لكن كرة ضاعت. إكزافي ميسي بويان ميسي، يا 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 لها من ليلة، يا لها وأروعها من 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 أداء. الرافائيل، ميسي، بويان ثالث، يس الثالث للبرساوية، الثالث برساوي، بويان بالطبع، أو نقولها بالإسباني بوخان، هذا هو. شوف كورة لعبها ميسي والأمور عال العال، هي ضعها بيمناه. ميسي يا سلام، ماذا يفعل؟ موهبة فذة، فاول ذهبي حقا بقيادة ميسي. والربع، يا سلام، الربع كاد ان يكون من البرازيلي، هذا هو داني ألفيس الاتي كما هو يعني. تمشي الكره من الكسندر لاب، ميسي يا عيني، وانتو الاحلى، الرابع، الله يا خساره.
يا خسارة يا الرابع. الله يا كوستانسو، يا معذور كوستانسو. داني شوفوا الكورة، شوفوا حلاوتها وروعتها، شوفوا البرشا بيعمل ايه، شوفوا ميسي بيعمل ايه، شوفوا الكسندر ليب، وشوفوا داني، وشوفوا جافي، وشوفوا يا من ادواردو روبيو رقم 17. وهذه كرة تعود الى بويان. ميسي طالب، ميسي الرابع، ميسي ركلة جزاء. ماذا يقول الحكم برامار اللي طالب ميسي بركلة جزاء في هذه الكرة، بل أشار إلى كورنر الحكم إريك برامر. شوفوا بويان خلصها ميسي، بويان لعبها لميسي، حاول مباراة حتى على الحكم سهلة. وهذه الكرة الرابع، أوه بويان هدف الرابع ضاع. شوفوا الأمور، ميسي الرابع هلب الرابع، أوه كوستانسو إلى خارج الملعب لتكون برامهار. تنطلق مشاهدينا الكرام في هذه الآونة معلنة على نهاية هذا الشوط الأول من عمر المباراة بفوز مستحق. روبيريو أو إدواردو روبيو اللي تحصل على الورقة الصفراء في الشوط الأول، لاعب شيلي. مع البداية السريعة لبازل اللي باغث فيها فريق البرشا، وتعود الكرة مرة ثانية، والرابع بويان الرابع. الله على هذه الروعة، بويان يفعلها. بويان شوف الكرة، ضغط من جانب بازل، ارتدت سريعة والاختصار مفيد إلى جافي، والتمريرة لبويان. فريق البارسا في انطلاقة سريعة لألكسندر هلب يحاول، ومتابعة لميسي. ياها الخامس، يا سلام، تشينكوي يفعلها في هذه الأثناء. جافي في ضرب دقيقتين يكون الخامس في هذه اللحظات. كريستيان كروش هذا هو مدرب بازل، نتيجة كبيرة، هدفين سريعين، البرشا يفعلها، وميسي إياها، ويسجلك جافي الخماسية. رائع جدا، 10 دقائق وهذا السادس، وهذا بويان يريد يهتركها. الله يستعرض بويان. يا سلام يا بويان. شوف بويان. يا سولا في انطلاقة سريعة للخطير الآخر شتوكي، عرضية، ولكن بويول في متابعة الكرة العرضية التي كانت لشتوكي. مع دخول الشوط الثاني أعطى شكل للهوة لفريقه. هذه كرة خطرة، من يتابع؟ مش المتابعة، الفرصة أكيد ضاعت على فريق بازل. هذه المحاولة كانت من شتيلا تكون في نفس قوة فريق البارسا، يمثل نقطة ضعف كبيرة الحقيقة. فالديز، وهذه كرة عرضية ولكن تذهب إلى ضربة ركنية. هنا لامي الغزال، يا سلام يا هنري، لكن كرة مسارها لكوستانسو. الأهداف في هذه المباراة فريق برشلونة، وتلعب ولكن كوستانسو وضربة ركنية. طبعا يكون عنده مهمته الأقرب بأن يكون صاحب برشلونة في الدور القادم التأهل عن هذه المجموعة. إذا كوستانسو ما كانش مسيطر على الكرة، وتكون ضربة ركنية أخرى. سكويت وكرة عرضية، ومن يتابع السادس، يا تيري هنري. السادس كان يكون من تيري هنري في هذه اللحظات. والمحاولة في هذه اللحظات للخطير سافري، عرضية، لكن التغطية تكون حاضرة. آخر نعيش هذه اللحظات الأخيرة، وإدواردو وفالديز يصدها، إدواردو وفالديز يصدها، فرصة
أكيدة مع لحظاتها الأخيرة وتذهب إلى خارج الملعب. فرصة مواتية جدا كانت لفريق فازل. هدف في ثلاث مباريات وعنده هدف واحد. وهنري السادس. تيري هنري والسادس. خلاص آخر كرة ضربة ركنية. انتهت الدقيقتان من الوقت البدل الضايع. وكرة الأخيرة من فيدرير يغادر الملعب والآخر. وصافر حكم المباراة كما قلت حكم المباراة السيد إيريك برامر. والنتيجة النهائية 0-5 برشلونة 5. نتيجة كبيرة للغاية. وبالطبع يختتم هذا اللقاء فريق البرشا بانتصار كبير.